خوتي السلام عليكم. اليوم غنشوفوا واحد الجليتش كيفاش غتقدروا ديروا باش تربحوا داك البلانر الجديد ديال السيزون 9 بلا ما تجيبوا الوين. اول حاجه الدراري نقول لكم هي حاولوا ديروا داكشي اللي غندير بالضبط. صافي تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا كلشي بالديتاي غتفهموا ان شاء الله كلشي. دابا انت وسيم هنا راه هو اللي مدابز، ماشي انا اللي كنت لاعب كان هو مدابز، ولكن لاحظت واحد الحاجه كطرا ديما ديغنيغمو وانا رديت ليها البال. انا نقول لكم شنو هي ديك الحاجه. هانتوما الدراري كيف ما شفتيو واخا مت بقات هذيك اللعيبه ديالكم كوره خصني غير باريسيون باقا خدامه. انت ملي كندخل انا للميوني كنعطيني انني باقي حي، يعني باقي شي واحد في ليكيب ديالي راه حي. ما تنساوش الدراري شوفوا لونسيو جيم في تريو، سمعتي؟ وما تلونسيوهاش في سكوات ولا في ديو ولا في سولو، ديروها في تريو فهمتيني، ديروا بحال داكشي اللي درت. واخا تخسروا الجيم الدراري ما تكيتيوش فهمتيني، دخلوا غير شوفوا واش باقي كيكتبوا لك واش باقي شي حد اون في. الا كتبوا لك ديك القضيه ديال ان باقي شي حد اون في وعطاوك لا كارت ديالك باش دير غير باريسيون، خليك ما ديرش ديك كيتي دوره ولا تشوف شي حاجه، ما تكيتيش، خليك متبع مع داك خان اللي لاعب فهمتيني. ماشي مشكل واخا ماشي هو اللي غيجيب الوين، خليك متبع باش تزيدوا تفهموا اكثر. الدراري دابا فورتنايت ولاو كيديروا بزاف لي ميزاجور فهمتيني، ولاو كيديروا لي ميزاجور بزاف لي جليتش، ولاو كيطيحوا على الجد فهمتيني، يعني لو طون باش يبقاو يريقلوا داك الشيء ما عندهمش الوقت باش دابا حتى يعيقوا به عاد يقدوا هذا الديفو اللي كاين عندهم. ها انتم وخاطر انت هو داك الدار اللي مدرب شويه باش ما نتعطلش عليكم، هي باش تتبعوا معايا الاخر ما تقولوش راه كذبت عليكم ولا شي حاجه. غنتبعوا مع دخينا واخا غيموت ماشي مشكل، غنتبعوا داك اللي مور عرفتيني شنو غيطرى لي عاوتاني وهي غاده. ها هو دابا دابا بقى هذا راه هو نفس السميه، راه واخا كنزرب كنخلي نفس السميه. هذا الشيء راه مازال كيعطيني في الريزولتا ايكيب توجور اون في شتيوا. باش ما تنساوش الدراري الا عجبكم الفيديو استفدتيه وخديتيه للبلانور ديروا لي سبسكرايب عافاكم ياك ولايك وبارطاجيو مع صحابكم كلشي يستافد من داك البلانور الجديد. كلشي بغيت انا كلشي يربح البلانور ديال اللي خرجوا في السيزون 9، كلشي خصو يربحو ماشي ضروري تجيب لهم عاد تربحو، كلشي خصو يربحو ان شاء الله. يعني نتوما حاولوا ديروا هادشي زعما في اقرب وقت ممكن قبل ما يصلحوا هاد الديفو اللي عندهم، ولونسيو في تريو. انا كنقولها وكالعاده لونسيو في تريو وخليوكم واخا تخسروا بقاو تفرجوا. هانت انا بقيت حتى الاخر، هانت راه الاخر اللي ربح ماشي انا. هانت شتو دارو ليا فوزافي تيرميني اون بخوميييغ بلاص، شتيها؟ علاش؟ خاطر هو السيستيم ديالهم مازال ما مستوعبش القضيه ديال تريو، بحال راه كاينين سكواد فهمتيني، كي داك الرابع اللي ما كاينش لاعب معانا كيحسبوه بحال باقي حي فهمتيني. دابا انا حسبوه بحال راه شي واحد باقي حي هو اللي ربح معاهم لابارتي، الوغ كو انا ما ربحش ما والو فهمتيني. وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستافدوا كاملين. هانتوما خليكم معايا باش نمشيو نشوفوا البلانر احنا هو يخرج، راه مزرب بالعاني باش ما نعطلكمش. احنا نشوفوا واش ربحنا ولا لا. انا راه شفت داير باهي المونتاج، انا راه شفت راسي انني ربحت. هانتوما باش تاكدوا ما بغيتش نقطع هاد لابارتي هادي باش ما تقولوش راه هكا راه دار شي مونتاج ولا شي حاجه، راه ما جبت لا فيكتوار. باقي جات السيزون 9 ما جبت لا فيكتوار لا والو، اللي كنلعب معاه كيزربوا عليا البينك طالع. هانت ها شتيها ها البلانر ها هو شتيه. يلا تبارك الله عليكم وان شاء الله في فيديو واحد اخرى، ونتمنى ان الفيديو تعجبكم بارطاجيوه مع صحابكم كلشي يربح ان شاء الله فهمتيني. انا راه عاودت لونسيت زعما خرجت عاوتاني باش ماشي يكون هي باغ ولا شي حاجه، هانتوما ماشي كيما شتيو انا عاوتاني لونسيت من الاول باش نتاكد انا ما تيقتش راسي فهمتيني. بيسكو ما تيقتش راسي قلت اجي نعاود لونسي عاوتاني من الاول، حيدت وعاودت لونسيت ودرتها مزروبه باش ما نعطلكمش، وقلت نشوف واش هذاك البلانور غيبقى ولا غيتحيد، زعما واش هي بلوكاج غيحيدوه ليا ولا غيبقى البلانور. وانتوما كيف ما كتشوفوا واخا خرجت من الجيم وعاودت دخلت عاوتاني، هانتي راهي كنت ملونسي تري راهي باينه، سميتي راهي يوزر سيفي راه باينه، والبلانور ها هو راه باقي بلاصتو، راه ما قاصو حتى شي واحد، ها هو شتي راه باقي ربح البلانور. المهم هانتوما الدراري بارطاجيو سبسكرايب، صيفطوا لصحابكم كلشي بغيتو يستافد ان شاء الله من هاد البلانور يربحو. حنا ديجا عندنا المشكل ديال البينك طايح في هاد البلاد، نربحوه بهاد الطريقه ماشي مشكل، المهم يكون عندنا حنا البلانور نتزوقو بالمسائل ديالنا. وبالصحه والراحه الدراري وشكرا على المتابعه.